الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن يا أخواننا جينا هنا لنبين للناس أمرين. الأمر الأول هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ودر ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلماء قالوا معنى يعبدون أي يوحدون، وده حق ربنا سبحانه وتعالى علينا، إنه نعبد الله سبحانه وتعالى وما نشارك مع ربنا سبحانه وتعالى مخلوق ثاني. ده خلاصة الكلام، حتى لو كان هذا المخلوق من الأنبياء أو كان من الملائكة المقربين أو كان من الصحابة المرضي عنهم أو كان من الأئمة الأربعة، فهمت؟ أو غيرهم أو غيرهم من الجن أو غيرهم، ما بيجوز إنه نصرف له عبادة مع الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله، ودي جملة شرطية العلماء بسموها، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله معناه شنو؟ هل بس زول قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخش الإسلام ثاني يسوي أي حاجة؟ هل ده معنى الحديث كده؟ وإلا يا أخواننا الكفار كانوا فاهمين، عشان كده أبو يقولوا لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه فاهمين لو قالوا لا إله إلا الله معناه شنو؟ ربنا قال عنهم في القرآن في فواتح سورة صاد أزال والتام نبوريك، ربنا سبحانه وتعالى قال: ها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستغفرون. ده في سورة الصفات، وربنا سبحانه وتعالى قال في فواتح سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا نقول لا إله إلا الله إله واحد بس؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الإله معناه شنو؟ معناته اللي بتتقرب له بالعبادة عشان يدخلك الجنة. العبادة زي شنو؟ زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصيام، زي الحج، زي الصدقة، دي عبادات. برضو من العبادات الدعاء، التوكل، الاستغاثة، الاستعاذة، طلب الحماية، ده كله إذا صرفت لربنا سبحانه وتعالى أنت عابد الله. لكن إذا أديت لله، دعيت الله، دي عبادة كده، ومع الله دعيت مخلوق من المخلوقين، واحد من الأنبياء الكرام، قلت يا نبي الله نوح عليه السلام، كده أنت وقعت في الشرك وكفرت بالله سبحانه وتعالى. الدليل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دي دعوة الأنبياء كلهم، جل الناس شان يقول لهم يا ناس اعبدوا الله براه، ومع الله ما تعبدوا مخلوق ثاني. ليه؟ لانه الله المستحق للعباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ربنا حقه علينا نعبد ولا نشرك به شيئا، كويس. الرسل والانبياء حقهم شنو؟ الاتباع والايمان بهم ومحبتهم وإكرامهم وإجلالهم والثناء عليهم والإيمان بما أرسلهم الله به ونصرتهم، ده حق الأنبياء. حق الصحابة محبتهم والترضي عنهم واتباع سبيلهم ومنهجهم وهكذا. العلماء زي الأئمة الأربعة وغيرهم محبتهم يكون حقهم كيف؟ بأنه نتبعهم ونسمع كلامهم الموافق الدليل ونجلهم ونذكرهم بالخير وهكذا. حق الأولياء والصالحين إنه نحبهم المحبة الشرعية ونحترمهم ونجلهم، لكن ما في واحد من ديل حقه إنه ندعوه مع الله. يعني تقول يا الله ويا ترعفينا مثلا، ده ما حقه. تقول يا الله أو يا رسول الله، ده ما حقه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.
قل إني لا أقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بيعلم الغيب. يجيك الليلة فكي دجال تلقاه قاعد في السوق يقول للزول تعال أرقد لك الخيرة فكي، أو أو ستات الودع تجدع عليك الودعة تقول لك أنت إن شاء الله جاي خير، أو تلقاهم بتاري مجرم ببيع الحجابات في السوق يقول لك أنت لو شلت الحجاب ده بيحصل لك وبيحصل لك، وده كله كذب، لأن الغيب حق ربنا. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. جاء الأولياء بتاعنا الصوفية، ما أولياء الله بتاعنا الصوفية، قالوا الأولياء بيعلموا الغيب، زي ما قال البرعي قوماك نزاور، الأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عالم بالغيب باطن وظاهر. هو الكلام ده ما تزعل يا ود الحلال، ما تزعل تكورك من برا، انت اسمع اسمع شوف الحاصل شنو، ما تكورك ساكت. هو ابوك الشيخ ذاته، ابوك الشيخ البرعي ده قام نشر المدحة دي في الاذاعات، ولا ما نشرها؟ مش نشرها في الاذاعات؟ ما بتسمع في الاذاعه الو ايوه معاك فلان من وين؟ من كده يا اخي، انا داير مدحة مصر المؤمنه بمناسبه العوده من الحج، اهديها لحبوبه فلانه بالشيكينيبه وحبوبه زعمطانه بالزريبه، فهمت؟ هو براه نشره وقال لك انت لو سمعت الكلام ده بتخش الجنه. نشوف كلامه صح ولا غلط، نعرض على القران. ما تستعجل وما تتضايق، خلي زي ما بيقولوا الجماعه روحك رياضيه، خليك زول مرتاح كده، وزي الناس المحترمين ديل، ناس بيسمعوا لانه ايات وحديث، ولا كلامنا، كلامنا يدعو في البحر. ده كلام الله، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان في سفر، والحديث في البخاري، في سفر، وده سبب القصه بتاعت الوضوء. شوف الكلام ده كيف، عشان اجيب لك على الازله، عشان شفت دي حجه قويه. اي زول يقول لك غير الله بيعلم الغيب ترد عليه بالكلام ده. في صحيح البخاري السبب بتاع آية التيمم شنو؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر معه ابو بكر الصديق، اولياء ولا ما اولياء؟ اولياء قاطعين بشهادة منه، شهادة القرآن والسنة. ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر. ها؟ ربنا رضى عن الصحابة كلهم، لكن الليلة لو سألتك الفكي بتاعك ده في آية قالت لقد رضي الله عن الشيكينيبة؟ ما في، ما في، فهمت؟ لكن الصحابة أولياء تمام، وديل سادات الأولياء، ديل هم ماشيين في الواطة وهم من أهل الجنة. الصحابة ديل كانوا في سفر، أنا الموضوع ببسطه لك، فهمت؟ كانوا في السفر، والكلام ده ما بتلقى في رادي ولا في تلفزيون، ما بكلموك زي ما حاجة أرد لك على واحد عاطل هنا دار يلعب على المسلمين. المهم كان معه علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، فمشوا حصلوا محلة الموية قربت تنتهي، قربت تنتهي، والصلاة جات دارين يتوضوا، ولما نزلوا محل منزل يستريحوا فوقه، عائشة رضي الله عنها كانت بتركب على بعير، فعندها عقد اللي هو السلسل وقع تحت البعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف الناس قال لهم فتشوا العقد السلسل، وهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام مع نسائه وزوجاته. تتعامل مع مرتك كلام كويس، ده من الدين يا اخوان، ده ما هرشه. في ناس بيغشوهم، يغشوا الشفاط الصعاليق القاعدين تحت الضلله وقاعدين فوق اللساتك في الشوارع، يقول للمراه تهرشك امشي يخش جوا يدقها ويطلقها، في شنو مطلقها ود الحلال؟ يقول لك انا ذاتي ما عارف، وبعد شيء يقعد يفتش في المخارجات، وفي عطاله بيجي يرجعها لك يقول لك كنت زعلان هاي خلاص دي ما يحسبها لك، وفي زول غالب 3-0 بيطلق انت ما هو في مخك كده. خليني نرجع لديل بعد ذاك نجيك. فده قام يعني شوف القصه دي كيف، العقد وقع تحت، النبي عليه الصلاه والسلام حبس الناس قال لهم فتشوا العقد، فتشوا ما لقوا، والصلاه جات ومويه ما في، فجاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمع الحديث كلام ايات واحاديث تبرد القلب، فهمت؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما حبس الناس جاء ابو بكر الصديق قال فطعن عائشة رضي الله عنها على خاصرتها وهو أبوها رضي الله عنها وعنهم أجمعين، قال لا حبست الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ده قبل التيمم ينزل، فلما
فتشوا مويه وما لقوا، قالوا خلاص نقوم نرحل من المحله دي. فلما قوموا البعير لقوا شنو؟ لقوا العقد. بعد ذاك آية التيمم نزلت. شوف الجيش ده فوقه سادات الأولياء، أول ولي فيهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر، وسيد البشر وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. فيه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا المكاشفي ولا الكباشي ولا البرعي؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجيش ده، وأبو بكر الصديق اللي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ذكره في كم مرة في القرآن، ربنا قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، صاحبه دمنه ده أبو بكر الصديق، وفيهم عائشة رضي الله عنها، ولية ولا ما ولية؟ ولية. وأسيد بن حضير الأنصار في الجنة، وكلهم في الجنة أولياء تاب. لو قال لك ورينا ثلاثة أولياء ما تجدع التنباك أبو يا شيخ البرع يا أنت ما فهم الحاصل. أول ولي تبدأ بأبو بكر الصديق والأئمة، وتبدأ بعائشة رضي الله عنها وبقية الصحابة، كلهم أولياء وكلهم في الجنة. بس تجيب من طرف أي اسم من أسماء الصحابة ده ولي طوالي، الإجابة صحيحة، فهمت؟ لكن تجي الليلة ما عندك دليل. المهم ده موضوع ثاني. فاتخيل الجيش ده كله ما عرف إنه العقد السلسل تحت البعير، باقي لك أبوك الشيخ بيعلم الرايحة. يا ناس كذب الراحة، كلامي ده لو غلط تعملوا شنو؟ ادعوا البحر. واحد من اثنين، يا كلام الرسول صح انت وخذ به، يا انا كذاب على الرسول امشي فتش صح ولا ما صح. انا لو قلت لك يا اخي اسمع والله قالوا بيجاي في محل بتاع مثلا موبايلات، زول محله تمام، يا انا اكون كذاب يطلع ما في محل، لانك انت مشيت وفتشتها في محل قالوا ما في محل، بيجاي ده محل خدار، ده محل كده، ده محل كده ما في. او يكون في محل وانت امشي طوال اشتري، صح ولا ما صح؟ واحد من اثنين. يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون كذاب؟ طيب يا اخي الناس بتزعل ليه؟ تزعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ القصه دي امشي فتش، افتح صحيح البخاري، النت ده ما خلى لك حاجه، افتح. ها؟ قصه الوضوء من صحيح البخاري، بيجيك طوال الحديث طويل جدا. بتقرا الحديث كله يا اخي. يا اخواننا ما تلعبوا على الامه، الغيب ده حق الله، ربنا سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. طبعا يا اخواننا الناس اللي بيكركوا ديل ما تشتغلوا بهم، ليه؟ لانه الشغل ده شغل حار، ربنا قال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انت لو نسال الله يعافي المسلمين لو مشيت عنبر العظام بتسمع كواريك كثيره، والعقيده دي صعبه، ازول تلقاه ماسك عنده عقيده في فكيه، وانت تجي تديه الأدلة بكوري، ليه؟ لأنه مسكته في محل الوجع، فهمت؟ تكون معوق في الركبة تمسكه من فوق ما في حاجة، تاني بيجاي تلقاه بدأ يتلفت، لما تمسك محل الوجع بعد ده بيصرخ، ده محل الوجع العقيدة دي، وده أخطر محل، أخطر موضوع العقيدة. ولذلك شوف أي زول أو أي أحد تديه حقه، أي أحد كده أنت ما عندك مشكلة، وعقيدتك إذا بقيت في الله ربنا منجيك. كما قال إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا شنو؟ إلا صوفي، إلا أخو مسلم، إلا جبهجي، إلا أنصار سنة، إلا قادر، إلا تجاني، لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإنت كمسلم أوعك تنتمي لطريقة ولا تنظيم ولا حزب ولا جماعة، ما تمشي مع زول، خليك أنت توحيدك تمام، عقيدتك فل، وصلواتك الخمسة في الجامع، ومحافظ على الأذكار، ما تلاوز. يجيك واحد يقول لك والله شوف ما مشيت معانا وكذا وبقيت مع الجماعة ديل أنا بقوم بكتبك. أها، طوال أنت تقوم تقرأ آية الكرسي وتقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة، دي أوراد وأذكار من النبي صلى الله عليه وسلم بتكون لك حجاب، بتحجبك من الشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ثاني لو ربطت الفكي ذاته ما بسوي حاجة، فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من بيته فقال بسم الله، مركت من البيت، من البيت أذكار ثلاثة جمل أو أربعة جمل أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ما كثير لكن كلام ملان حكم، ملان حكم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. دي دار جامعة يا أخوانا، دي دار لا دكتور، فهمت؟ ثلاثة كلمات
لو قلت بيحصل لك شنو؟ قال يقال له كفيت ووقيت وهديت. قال فيقول الشيطان لمن يجد من الشياطين. الشيطان ذاته انت لما تجي مارق محصن مش شايل لك 600 حجاب صبيطه بتاعت حجبات، فهمت؟ مدرع كده زي الكوبسي بتاع فيك 700 شاحن، مالك ومال الهوس. ده حق الرسول صلى الله عليه وسلم كده، وطوالي الشغل بيشتغل بيدور طوالي تفعيل ما داير له 5 دقائق ولا بتنزل رصيد طوالي. اما بتاع ابوك الشيخ اقول لك لو شكيت فوق وما بيشتغل وكان دقوق بالعكاز ان شاء الله ما يشتغل، هذا هو ساكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فيقول الشيطان لمن يجد من الشياطين كيف بكم برجل، الشيطان بيقول للعوالق اللي معاه بيقول لهم كيف بكم برجل قد هدي ووقي وكفي. ده الثاني له طريقه ما في. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخ ده كلام سمح يا أخ، أنت مالك زعلان؟ ليه الناس دي بتزعل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ده مع كلامي أنا، أنا لو قلت لك أنا ما تسمع لي ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة. تقرأ سورة البقرة دي ما دار لك حجاب، ما دار لك محاية، ما دار لك بخرة، ده كله شرك. تمسك في القرآن، ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ربنا قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تخليك مع القرآن، ما فزول بغشك، ما فزول بيقول لك خدت لي بياض، ما فزول بيلعب عليك، ما بزول بيقول لك المرأة بتاعتك نديها جنة تكون نجيب والراجل مالي مركزك. انت ذاتي بستغرب كده قبل الأدلة والآيات. يا اخواننا راجل امشي لراجل يقول لي انا مرتي ما جابت جنة كده، خلوه من الآيات. رجالة كده ما فيها ناس، عروسة جديدة يجيبوها والله يجيبوها ويقشروها للشيخ كده يقول لي هاك يا شيخ خلاها تجيب جنة يا ود الحلال. اسي ده راجل ده ما خايب هسي؟ ها يا ناس ما تلعبوا علينا. ربنا قال الجنة ده عنده هو. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ده الله إنه عليم قدير. نبي كريم ما أدى مرة جنة إجي أبوك الشيخ يديك جنة. ربنا قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى. عندك مشكلة طوالي ترفع يدينك لي الله في واسطة حصل اليوم قالوا لك جيب الفاتورة بتاعت النفس حتى بعد ذاك نديك الإجابة بتاعتك. حصل سأل طالة قال لك أصبر ساعة من الساعة 3 صباحا لـ4 بس تاني ما في. حصل قالوا لك يومين في الأسبوع. حصل قال لك 5 أيام في الشهر. طيب ليه ماشي للفكي تمشي وتتعب وتجدع نعلاتك وتمشي تحبة ويجيك الدرويش يلعب عليك ويأكلوا قروشك هاس وشرك بالله. خليك زول موحد نجيط، اوعك تلعب بعقيدتك وبدينك. ما النبي صلى الله عليه وسلم ما طلقك ساكت، ما طلقك ساكت، ما خلاك لي فكي يا اخي، لان حاجاتنا كلها عند الله. والله الفكي لو عنده ارزاق الناس ما يقدر يوزع عليهم. ربنا قال في القرآن ها ربنا سبحانه وتعالى قال قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. يا غدر ما بيقدر يجيب لك ما يوصل لك أكل ولا شراب. فشوف اللي بيرفض كلام الله ده مشكلته ما معي أنا، لأنه لا بيعرفني ولا أنا ساكن معك هنا. أنت مشكلتك مع القرآن ومع السنة حقة المسلمين ديل كلهم، فهمت؟ ولذلك نحن وصيتنا للناس يا ناس أمسكوا في ربكم سبحانه وتعالى واتبعوا راجل واحد. والله نحن عندنا راجل واحد بس المال عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي راجل تاني لو العمة بتاعته دي دقت فوق في السحاب تحت كرعيننا دي، فهمت؟ ما بنقتنع به. أما الراجل الوحيد اللي بنسمع كلامه ولو دارت يتكلم معانا ما تقول لي أبويا الشيخ طلع شنبه وطلع كراعه نزل كراعه تحت. نحن بنسمع كلام واحد بس، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندك فوت انت وشيخك يا فهمت الحاصل. فنحن بنسمع كلام واحد ده ديننا نحن، فهمت؟ بعدين مسألة مهمة، نحن لأنه إن شاء الله حنختم على سفر و
لعل الإخوة يكون عندهم أمر آخر. لكن نحن وصيتنا للناس، ما تسمع يا أخواننا الكلام اللي بيسمعوه في الراديو والتلفزيون. واحد جابوه قالوا في الرادي، قال إنه أي زول، قال إنه أي زول، بس نختم بيدي إن شاء الله، أي زول قال، أي زول قال يجي يقول لك في الرادي، قال يقول لك يا أخي أنت الليلة الدكتور بيشفي، الشيخ ما يشفي، لا الشيخ لا الدكتور بيشفو، اللي بيشفي هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقم. الدكتور ده بالتجربة، الشيخ لو ما بيعمل الشرك والسحر والحجبات وبيقرأ لك قرآن بصوت تسمعه أنت قدام الناس، ما بيختلي بالمرة برا يقعد معاه برا، خليه عالية بالقرآن ما في مشكلة، يقرأ لها قرآن وكلام تسمعه أنت وبلغة عربية، أما بخرات وحجبات ويقول لك دخلها لهم الفقراء وكده، ده كله باطل يا ناس. ناس تمسك في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقات أخرى. بارك الله فيك.